هل الميت يشعر بمن يقف أمام القبر؟ الميت يشعر فقط عند السؤال، وهذا الذي قاله عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال فإن دفنتموني، قال فأهيلوا علي التراب ثم قفوا على قبري مقدار ذبح جزور وتفريق هذه الجزور. استأنس بكم، أرد على أو أجيب عن أسئلة ملائكة ربي أو رسل ربي. والنبي قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم في هذه الحال فقط، ولذلك هم لا يسمعون. إنك لا تسمع الموتى. الأفضل الدعاء.